القصاص من عهد السلف رحمهم الله أن هؤلاء القصاص ينبوزون بالعلماء الذين يحذرون مما هم فيه. ذكر السيوطي رحمه الله في كتابه التحذير من القصاص أن الإمام أحمد ويحيى ابن معين صليا في مسجد الرصافة، فلما انتهيا إذا برجل يقول حدثنا أحمد بن حنبل، وإذا به يقول حدثنا يحيى ابن معين، فجعل الإمام أحمد ينظر إلى ابن معين وينظر ابن معين إلى الإمام أحمد ويقول له أحدثت بهذا؟ فقال الإمام أحمد والله ما سمعت هذا إلا هذه الساعة. فلما انتهى طلبه، فلما أتى هذا الرجل فقال يحيى ابن معين أنا يحيى وهذا أحمد بن حنبل وما حدثناك يا كذاب. فقال هذا الرجل من باب التنفير، قال لقد سمعت أنه يقال إن يحيى ابن معين أحمق، فما تحققت من حمقك إلا هذه الساعة، لقد رويت عن أحمد ابن حنبل ويحيى ابن معين 17 رجلا اسمهم أحمد ابن حنبل ويحيى ابن معين. فوضع الإمام أحمد ثوبه على فمه ثم قال دعه يذهب، فذهب فقام كالمستهزئ بهما. السيوطي رحمه الله ذكر أن الخطيب في تاريخه قال إن محمد المخرمي قال، وهذا تبعا لما سبق، قال لا يطعن أحد في يحيى ابن معين إلا كذاب لأنه يفضح كذبهم. هؤلاء يستقطبون عوام الناس، يستقطبون عوام الناس حتى في عهد السلف رحمهم الله. اسمع، ذكر السيوطي رحمه الله في التحذير من القصاص أن الذهبي في الميزان قال عن يحيى ابن معين أنه قال ذهبت لرجل أعلم أنه يقص ويكذب، فذهبت إليه وإذا عنده الحذاؤون يعني أصحاب الأحذية، فجعل يحدثهم بأحاديث باطلة، فأردت أن أنكر عليه لكنني رأيت حبهم له فخشيت من حذائهم فذهبت موليا. علي ابن ينال يقول أتيت مجلسا به قاص، وإذا به يذكر قصصا، فحذرت الناس منه، فإذا به يأخذ نعله فيضربني بها، فتوالى النعال علي فما سلمت حتى اختفيت منه. ذكر السيوطي في كتابه المذكور الخواص في التحذير من القصاص قال إن عامر الشعبي يقول أتيت إلى تدمر وإذا برجل يقص ويأتي بأحاديث ضعيفة مختلقة ليست ثابتة، ويقول إن الله خلق صورين ينفخ في هذين الصورين، في كل صور ينفخ نفختين، نفخة الصعق ونفخة القيامة. فيقول وأنا أصلي، يقول فتعبت من حديثه فخففت صلاتي فلم تستقم لي صلاة، فأتيته وقلت له يا كذاب ألا تتق الله؟ فإن الله عز وجل لم يخلق إلا صورا واحدا تكون فيه نفختان. فيقول رحمه الله قال فقام علي وقاموا معه علي، قال فما سلمت منهم حتى حلفت لهم بأن الله خلق 30 صورة ينفخ في كل صور نفختين. لما أتى إلى تدمر يقول فخرجت إلى دمشق فأتيت إلى عبد الملك فقال ما هي أعجب أخبارك؟ قال فذكرت له حديث التدمريين الذي هو هذا، قال فجعل يضحك حتى ضرب برجليه الأرض من كثرة الضحك. قال ابن الجوزي رحمه الله كما ذكر ذلك السيوطي عنه في الخواص في التحذير من القصاص قال
مبينا أن القصص تروج في الناس أكثر من الأحاديث الصحيحة. قال رحمه الله، قال: وأكثر ما أتى الحديث من ذكر هذه الأحاديث الموضوعة إنما هو من القصاص. قال: وقصصهم تنفق، يعني أنها تروج وتروج. قال: فكان يعرض علي الكثير منها فأبين خلالها فيحقدون علي. يقول في نفس المصدر السابق في كتاب أخبار القصاص للسيوطي، يقول: أتى إلينا أبو الخير القزويني وهو قصاص فجعل يقص، فكلما قص بينت له خطأ، قال: فعاتبني، فقلت له: إنها لأمانة. وهذا إن دل يدل على أن رواج هؤلاء هو شيء طبيعي من القدم. وانظر إلى تحمل هؤلاء العلماء في بيان خلل وخطأ هؤلاء. ولذلك كما ذكر ذلك السيوطي رحمه الله قال: إن هناك قاصا يقص عند قول الله عز وجل، ما تركوا شيئا حتى في التفسير، عند قوله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فأتى بقصة وذكر فيها ما ذكر فيها، فيقول: عرض الأمر على محمد بن جرير الطبري وهو إمام المفسرين في التفسير، فيقول: أتيت إليه فأنكرت عليهم، ثم دخلت بيتي، دخل بيته وكتب شيئا على بابه من باب التحذير مما يقوله هذا الرجل في كتاب الله عز وجل، فيقول: فعلوني عوام الناس بالحجارة حتى سدت باب بيتي ووقعت الحجارة علي.